وجعلناه
قدر بني إسرائيل ألا تتخذوا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا
وإن أتأتم فلنا فإلى أجل وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات Thank you.
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرة الإثم والفواحش إلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو ما سعى وأن
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
كذبوا واتبعوا وكذبوا واتبعوا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.